واخدها وبستخدمها ازاي different applications نفس الموقف. فانا عشان كده اللي كان وجهه نظري انت لو كنت واحده نفس القصه باختلاف العناوين هتمشي او هتتحرك في نفس الاطار. مش عجبه يعني مش حاجه قصه مختلفه. ليه؟ لانك انت لو بتشرح بهذا الاسلوب واعي بتشرح بالاسلوب ده وفاهم انت بتعمل ايه فتعرف تتحرك بسهوله. خلاص طيب. فزي ما انت شايف انا ايه معرف ان هو ايه في حاجه احنا ما اتكلمناش عليها اللي هي ايه؟ ال ان دي بيسبورت بوز فريكونسي اند تايم ايه؟ ديفيجن بيس لوكس ارينج. خليها قدامك بقى. عندي معايا اللي هو الاف دي دي والتي دي دي. فايه الفرق بين الاف دي دي والتي دي دي؟ زي ما عارفين ان السيبريشن على الاب لينك والداون لينك بيحصل فيه اللي الفريكونسي باند. في التايم بيحصل سيبريشن ان انا بعمل بما يسمى لديفرنت باندز. يعني انا بحجز شانل باند ويدث عندي ديفرنت شانل باند ويدث ممكن اقدر احجزها اكوردنجلي الكونديشنز او اللينك كواليتي عندي شكلها ايه. خلاص فبقدر احجز فاريبل شانل باند ويدث لاي يوزر عايز يخش وادي له سيرفيس بحجز له باند ويدث. خلاص فهو معرفني ستاندرد مجموعه من الباند ويدث اللي هي 1.4 3 5 10 15 20 ميجا هرتز. هنرجع لها تاني التسريب. خلاص دي باند. نمره 2 اليوزرز هبتدي ادخلهم. قبل ما ادخلهم طبعا انا بخصص باند. خلاص في رينج معين. خلاص ال تي اي ممكن اقدر يديفاين ديفرنت باند بشتغل عليها. لكن في من ضمن الباندز اللي هي الستاندرد ان بشتغل حوالين 2600 ميجا. ال 2600 ميجا دول بخصص منهم باندز وبسقط عليه اليوزرز على الاب لينك والداون لينك. ما توجعش دماغي بقى فاهمني؟ عندي بشتغل في رينج معين والرينج ده بخصص منه باند ويدث احمل عليه اليوزرز في الاب لينك والداون لينك. ده جنرال سبيك. طيب هبتدي بقى احمل على اليوزرز. احمل اليوزرز عليه ازاي؟ باستخدام بما يسمى اكسسنج تكنيك تو اكسس السبيكترم ده. خلاص او تو اكسس الباند ويدث اللي انا خصصته. خلاص ف بخليهم اكسس ازاي؟ يا مع الداون لينك يا مع بلين. فعلى الداون لينك عرفني بما يسمى اورثوجونال فريكونسي ديفيجن مالتيبل اكسس. فبناء على التعريف انا عارف ان خدته قبل كده سمعتوها في الوالد فانا عارف. لكن انا في حتتين بس هو هضيفهم صغيرين بدون دخول في تفاصيل لان ممكن اخش فيهم تفاصيل. اللي هو ايه؟ مالتي كارير. عندي اكتر من كارير بقى بعمل الوكيت الريسورسز اللي عندي تو مالتيبل يوزرز. يبقى انا عندي عدد من اليوزرز عايز اسقطهم على عدد من الكاريرز. خلاص؟ يوزرز باستخدام ايه؟ اورثوجونال فريكونسي ديفيجن مالتيبلكس. اورثوجونال فريكونسي ديفيجن مالتيبلكس. ايه بقى القصه؟ ان بنقول بقى ايه؟ وير كارير فريكونسيز ار اور تشوزن بختارهم بيختارهم في اتش ار. يبقى انا بسقط اليوزر على كارير فريكونسي على مجموعه من كارير فريكونسي والكارير فريكونسي باخدهم اليوزرز بتاخدهم بتعمل اكسس بيهم على ايه؟ على النتورك بتاعها. لكن الكارير فريكونسي دي ار اورثوجونال في اتش ار. فانا محدد جمله اعتراضيه. وات دو اي مين باي اورثوجونال؟ فالاورثوجوناليتي عايز احققها. انا عايز اختار كارير فريكونسي هم اورثوجونال تو اتش اذر. ففي قصه ان انا اشرح وات ار ذا كونديشنز ان انا احققها ان تو يوزرز واخدين تو كاريرز ار اورثوجونال تو اتش اذر. فمن ضمن الاشياء اللي بحققها ان الاوتو كورليشن فانكشن فور اني تو كاريرز بيساوي 1 والكروس كورليشن بيساوي 0. يبقى احنا مفترض ان لو اديتك سيجنال والسيجنال ليها كارير فريكونسي وواحد تاني اديته سيجنال بالكارير فريكونسي اقدر اثبت ان التو ار اورثوجونال تو اتش اذر. لو خدت الكورليشن فانكشن احسب الكورليشن فانكشن بينهم يديني 1 يبقى ده دي ار اورثوجونال تو اتش اذر. يبقى ده شرط. لا احنا لسه ما خلصناش. ده اورثوجونال تو اتش اذر. خلاص يبقى ده شرط الاورثوجوناليتي. فشرط الاوتو كورليشن بحسب الفانكشن دي. لو فرضنا ادي سيجنال اسمها اكس ليها اف سي 1 وده اف سي 2 ان اوردر ان تو يوزرز اللي لهم تو ديفرنت كاريرز
orthogonal to each other بحسب اللي هي الكورليشن الاوتو كورليشن. فالاوتو كورليشن اهوت بتحسب ازاي؟ بتحسب باخد الاكسبكتد فاليو بتاعت السيجنال عند تايم معين بضربها في نفسها عند تايم زائد تي تاب وباخد الاكسبكتد فاليو. فده طريقه ازاي بحسب الاوتو كورليشن فانكشن. خلاص؟ فلو جيت حسبت الاوتو كورليشن فانكشن بتاع تو سيجنالز وخدت الافرج بتاعتهم باخد الافرج يعني ايه بكام؟ على البيريد اللي هم موجودين فيه واضرب التو سيجنالز مع بعض يطلع حاصل الدوت برودكت بتاعهم يساوي واحد. ده لو هم ايه اورثوجونال تو تشارت والكروس كورليشن بينهم بيساوي ايه؟ زيرو. خلاص؟ يعني خدت السيجنال ضربتها في نفسي. خلاص؟ طيب انا عامل خطا اللي هو ان انا هاخد السيجنال واضربها في نفسي. يبقى نفس الكلام. لكن لو حصل ان انا خدت اهو انها سيجنال وضربتها في سيجنال ثانيه دي ليها كارير واحد ودي ليها كارير اثنين حصل ضرب لو الاوت ده اللي اسمه كروس كورليشن يساوي زيرو. ده شرط الايه؟ الاورثوجوناليتي. يبقى ده شرط ان انا دي القصه الكبرى بقى بتاعت الايه؟ ال تي اي انه بيستخدم اورثوجونال سب كاريرز. فانا اختارهم ازاي؟ فيهم طريقه ان انا بحسب فيهم كذا. فده كل الوارث بقى كوميونيكيشن فيها الخاصيه دي. كل الوارث كوميونيكيشن وكل الاكواد انا ممكن اعمل ديزاين يوزر على كود احمله على كود. فايه علاقه الكواد مع بعض؟ ار اورثوجونال تو اتش اذر. فكل اليو ام تي اس كله بيسموهم الوارش كود كلهم ار اورثوجونال كودز على اتش اذر. فبحقق الاورثوجونالتي بالطريقه اللي عملها. فدي احنا ممكن نضيع فيها حصه او نكسبها. المهم دي جمله اعتراضيه اعتبرها لو انا سالتك فيها تبقى عارفها. خلاص؟ طيب تاني بقى. يبقى الاوف دي ام ايه؟ سبليتس ذا كارير فريكونسي باند انتو ماني سب كاريرز. يبقى انا عندي باند ويتس بقسمه لعدد من السب كاريرز. خلاص؟ ده باد فيزيبل. خلاص؟ الكاريرز ار سبيس فروم ايتش اذر ب 15 كيلو. فالظاهر عشان احقق الاورثوجوناليتي بين التو سب كاريرز السبيسنج بين الكارير الاول والثاني يبقى 15 كيلو. عشان احقق قصه الاورثوجوناليتي اللي هي الايه؟ اللي هي الفريكونسي ديفيشن او الفيس شيفت. ما هو الفريك فيه علاقه بالفريكونسي والفيس بين تو سب كاريرز. خلاص؟ فده ظهر كونديشن اتحط وحسبوه طلع 15 كيلو مش 20 كيلو مش 30 كيلو. المهم ده شرط كونديشن موجود السبيسنج وده ستاندرد بينزل بيه. ما علينا مش مهم عندي. المهم انا عندي ان انا عندي ايه؟ عندي باند ويتس واقسمه لسب كاريرز. الكارير ده ارسمه على الكارير ده والسبيسنج ده ده 15 كيلو. باخد بقى الايه؟ بعد ما عشان اكمل بقى الاوف دي ام ايه باخده وبعمل له مودوليشن. بعمل مودوليشن لاتش سب كاريرز. بتكتب لي كده يوزنج بقى ايه؟ اللي هي ثلاثه تكنيكس اللي عندي. بستخدم التكنيكس ده على الاب لينك او الداون لينك عشان الترانسميشن. فبستخدم التكنيكس دي اللي هم الاقوام ال 16 اقوام و 64 اللي هي الكونتراكشن بلو موديليشن عشان اطلع يظهر انه بيحققوا لي حاجتين اللي هو بما يسمى ادابتيف موديليشن. بيحقق لي ان بطلع اليوزرز بريتس اعلى وبقدر اوفر بما يسمى باندويث افشنسي. تعريف الباندويث افشنسي تعريف الباندويث افشنسي اللي هو ايه؟ بقدر ارمي الريت قد ايه في باندويث قد كذا. فالموديليشن تكنيك اللي بختاره عايزه يحقق الجزئيه دي اللي هو ايه؟ ان انا اقدر اطلع بريتس عاليه في اقل باندويث. فيبقى اسمه باندويث افشنسي باف. فبختار تكنيك يساعدني في الحته دي. فانا عندي دلوقتي ضغط ان انا عايز اطلع لايه؟ للريتس عاليه وعندي مشكله ان الباندويث عايزه ايه؟ اعمل له كونسيوم اوفر. فبدور على كده. فهم اختاروا اللي هم 16 كوام وال 64 كوام. 16 كوام وال 64 كوام دول بيتحققوا في لما تيجي تعمل امبلمنتيشن للاورثوجونال فريكونسي ديفيجن مالتيبل اكسس باستخدام الاي ال اي بما يسمى الاف اف تي الفاست فورير ترانسفورم او الانفرس فاست فورير ترانسفورم عشان اطلع بالريكس ده. فهناخد في حته هتظهر لك ان اهوت بما يسمى اي فيت اللي هو الاف اف تي لسايز. فالسايز انا هتحكم فيه بحيث ان انا اطلع للريتس اللي انا عايزه. خلاص؟ او اتحكم فيه ان انا اشتغل في الباندويث اللي عايزه. احنا مش داخلين في تفاصيل الحته دي. لكن المهم لغايه دلوقتي يبقى انا بستخدم. خلاص يبقى الاوف دي ام ايه اساينز ايتش يوزر باندويث نيدد فور ترانسميشن. يبقى ده تعريف اللي بيشتغل على ايه؟ على الداون لينك. على الاب لينك بيستخدم تكنيك تاني تخلي اليوزرز اكسس على الاب لينك. فطبعا الاب لينك مين اللي بيأكسس على